صباح الخير ومساء عليكم. اكيد في ناس كتير اخد بالها ان انا مش بصور في الاوضه بتاعتي، وده عشان الفيديو بتاع النهارده فيديو مختلف. قررت اني اعمل فيديو مختلف وفكرته جديده شويه. فالنهارده انا هروح في الشارع وهسال كل واحد ايه نوع الموبايل بتاعه، يعني من اخر هدور على اكتر شركه المصريين بيستخدموها، والفرح هتبقى من 7. يعني الشركه اللي هتوصل لسبع اشخاص بيستخدموها الاول هي اللي هتكسب. خلينا دلوقتي نروح كذا منطقة مختلفة في شوارع اسكندرية ونشوف الناس بتستخدم انه شركة. فمن غير ما نضيع وقت خلينا نبتدي. مساء النور. اسمك ايه؟ سمير عادل. اسم حضرتك ايه؟ ابراهيم محمد. مين اسعد؟ ايه نوع الموبايل اللي معاك حاليا؟ دلوقتي سامسونج جي 2. ايه نوع الموبايلات اللي معاكوا؟ هواوي سامسونج. ايه نوع الموبايل اللي معاك دلوقتي؟ هواوي. طب ايه نوع الموبايل اللي معاك؟ نوت 5. ايه نوعه ايه بالظبط؟ ولا هو هواوي بس؟ اللي هو اتش اس 3. ايه نوع الموبايل اللي معاك؟ نوت 2 يا فندم. ايه نوع الموبايل اللي مع حضرتك دلوقتي؟ ايفون. ايفون ايه؟ 6. ايه نوع الموبايل اللي معاك حاليا؟ سامسونج. هواوي. ايه نوع الموبايل اللي معاك؟ نوت 4 سامسونج. طيب ايه اكتر شركه انت نفسك تجيب منها موبايل؟ سامسونج. طيب يا جماعه قابلنا محمد النني. يا جماعه اسمك ايه؟ ابراهيم. ايه نوع الموبايل اللي معاك يا ابراهيم؟ ايفون 6 بلس. اسم حضرتك ايه؟ عبد الله. ايه نوع الموبايل اللي معاك دلوقتي؟ سامسونج. انا جينا عند سين ولقينا واحد سوري فقشطه جدا. اسم حضرتك ايه؟ سليم. سليم. ايه نوع الموبايل اللي معاك؟ معايا ايفون. ايفون. طب وشايف ان ايه اكتر الشركات اللي بتبيع موبايلات في مصر؟ يعني يمكن سامسونج. مظبوط. طب وايه اكتر الهواوي. طب وايه اكتر شركه بتتباع في سوريا بقى؟ اكتر موبايلات بتتباع في سوريا ايه؟ نفس الوضع يعني عنا كمان سامسونج شغالة. سامسونج وكده. وانت شايف ان ايه احلى شركة في الموبايلات؟ سامسونج. تمام شكرا. اشارة فتحي. ايوه فعلا يعني هو شعبه مصر 100 مليون 80 مليون ماسكين سامسونج اساسا. اكتر شركة بتبيع في مصر؟ بتبيع في مصر هو سامسونج يا اما ابل ايفون. انت ايه رايك؟ ابل مثلا. طيب وشايف ان انه اكتر شركه في مصر بتتباع مون او المصريين معاهم ايه اكتر شركه بتتباع يعني في مصر؟ فاهم اللي انا قلته؟ تمام. بس هو ممكن ابل يعني. ابل. مع اني ما لقيناش غير واحد بس معاه موبايل ايفون اصلا لغايه دلوقتي. بص ناس كتير جدا بتمسك الابل بس هو فكره ان مش فاهمينه يعني او بيمسكوه مثلا عشان ابل بس. فاهم. لكن كاستخدام كاحسن سامسونج طبعا. سامسونج. او اندرويد عامه يعني. شركه حضرتك نفسك تجيب منها موبايل؟ سامسونج. ايه عشان حاجه معينه وانت شايفها شركه كويسه بس؟ لا عشان شايفها شركه كويسه. وايه اكتر شركه حلوه في مصر؟ هو كان الايفون بس انا ما استعملتوش كتير يعني. الايفون. ماشي يا سمير شكرا. طب وشايف ان انه احلى شركه في مصر حاليا بتعمل موبايلات؟ سامسونج. انا شايف ايفون. ايفون شركه ابل. دي احلى شركه حاليا في مصر بتعمل موبايلات. طيب يا جماعه تقريبا كده خلاص سامسونج وصلت 7 او عدت 7 تقريبا، والشركه اللي كسبت اعتقد اللي هي تبقى سامسونج. حاجه غريبه اللي احنا كنت متوقع ان الناس ما يبقاش معاها موبايلات سامسونج كتير. ما كنتش متوقع ان سامسونج هي اللي تكسب. كنت متوقع مثلا ان يا اما ابل يا اما شاومي والشركات ديت، عشان الشركات ديت هي اكتر شركات بتبيع موبايلات رخيصه. تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لو انت بتشوفه من على اليوتيوب. لو الفيديو ده كامل 55 لايك انا هعمل فيديو شبهه تاني الشهر اللي جاي، ويبقى فيه سلسله كامله عن رحله البحث عن حاجه معينه كل شهر. الكومنت بتاع النهارده هيروح ليه جورج مجدي. شكرا يا جورج على الكومنت الحلو دوت. ما تنسوش تكتبوا الكومنتات تحت وانا بنقي احسن كومنت وبحطه في الفيديو اللي جاي. شكرا عشان شفت الفيديو. كان معاكم جورج عماد مره تانية، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.